عندما يموت الضمير يصبح الإنسان وحشا كاسرا لا يعرف الرحمة ولا يعرف الحنان والود والعطف وينسى كل شيء. وعندما يموت الضمير يستباح كل شيء وأي شيء. وعندما يموت الضمير أقرى على الدنيا السلام، لأن الإنسان عندما يمتلك ضميرا يكون أكثر حرصا، لأن الضمير يعاقب ويلوم الشخص نفسه ويصل معه أشد العقوبات، ولا يرحمه ولا يتركه يرتاح أبدا، ويبقى يعاقب به ويلوم لحينما يصل إلى القرار الصائب. وعندما يكون الإنسان ليس له ضمير فلا يشعر بأي شيء، بل بالعكس ربما يفتخر بأنه عاق لأهله أو لأخوته أو لوالديه، وهنا تكون الطامة الكبرى.